ورجعنا تاني لسه مكملين حلقتنا الجميله النهارده وبنتكلم فيها عن اخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام. ضيفتنا النهارده الاستاذه الدكتوره امنه نصير، استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر. اهلا يا دكتور. اهلا نورتينا المشاهد الكريم في هذا اليوم العظيم. اهلا بك. نورتينا وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. اسمحي لي قبل ما رانيا تسال اول سؤال اكلمك عن كتاب الاستاذه الدكتوره امنه محمد نصير ونصف قرن من العطاء. نعم. الحقيقه جامعه الازهر هي اللي اصدرت هذا نادي الكتاب. اعضاء هيئه التدريس جامعه الازهر. برئيس النادي الدكتور حسين عويده. تمام. شعور حضرتك ايه كده لما سيده أنا مصريه عايز يعني في اولا واخيرا يعني الرحيم. هو الحقيقه الدكتور حسين وهو اخ كبير وانسان كل عطاء لنادي اعضاء التدريس، فهو في يوم ما قال يا دكتور احنا عملنا كتاب للدكتور رئيس الجامعه السابق الدكتور عبد الفتاح الشيخ، الكتاب الثاني عملناه للدكتور محمود زقزوق، احنا عايزين انت تبقى انت الكتاب الثالث. طبعا انا سمحت من هنا وصهينت، انا من النوع اللي اكسل جدا لما حد يطلب مني اتكلم عن نفسي، ما اعرفش ليه كده. فالمهم فضل ورايا وجه يوم قال لي بصي لو ما بداتيش في الكتاب هخصمك وهفصلك من الجامعه. فحمسك انك تبتدي. فالحقيقه حمسني المستشار محمد الدمرداش ابن، قال لي يا ماما خساره فعلا. ده حاجه تسيبيها لنا وتسيبيها للجيل وانت عندك الكتير لابد تتكلم. هو حبيبي شد عزم شويه، بناتي شد عزم شويه، رحت قعدت عكفت اسبوع. اطلع من الارشيف، كل ما اطلع من الارشيف ايه ده يا امنه نصير؟ ايه كل ده انت عملتيه في دنيتك؟ يعني الكتاب ده اخذ منك اسبوع بس يا دكتور؟ جمع الوثائق. أوكي. وانا في جامعات اوروبا، انا رحت 3-4 جامعات في اوروبا كاستاذ زائر. فده هو اللي خد مني وقت. التكريمات من الجامعات المصريه كلها ولله الحمد، تم تكريمي من اول اسكندريه الى اسوان. ما شاء الله. سواء من الجامعات او من المحافظين. يعني الحقيقه انا كل الشكر للناس كلها. الناس اعطتني اكراميات وتكريمات بارك الله فيهم حقيقه. يعني دايما في نجاح يا دكتور. ربنا يخليك. عايزينك بقى تكلمينا كده في الاول عن نشاه الرسول عليه الصلاه والسلام في اسرته الهاشميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يا اجمل ما عرفت البشريه. وأحلى ما حملت امرأة بك يا محمد ابن عبد الله السيدة آمنة بنت وهب. ولذلك كم أعتز أن أنا أحمل هذا الاسم سمية لأمه صلى الله عليه وسلم. فهي يعني تقول أن أنا لم أشعر كأي امرأة عادية في فترة الحمل بأي متاعب أو بأي مشاكل ولا حتى في ولادته. كان صلى الله عليه وسلم في كل أطواره في حمله رائع جميل كما خلقه رب العالمين. وولد بمنتهى السلاسة كما تقص السيدة مريم بن السيدة أمنة بنت وهب. كانت فرحة الأسرة بمجيء محمد بن عبد الله فرحة عارمة جدا، لأنه كان أبوه توفى وأمه كانت زي ما تقول هي ده الحياة اللي هتطلع من ريحة أبوه، فكان مجيئه له طعم خاص في هذا البيت. البيت الذي غاب عنه عبد الله أبوه، البيت اللي فيه آمنة وتريد أن تشعر بالعوض عن أبوه. فكان مجيئه في الشعور الإنساني للبيت فيه فرحة عارمة. وسمته بمحمد، وكان طفلا جميلا رائعا لم ترى فيه أمه لا في حمله ولا في ولادته ولا حتى وهو بيبي نزل إلى الدنيا بنظافة وجمال من قطع النظير تكلمت عنها أمه رحمة الله عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو قعدنا نتكلم كيف خلقه الله مبرأ من كل شيء منذ أن أوجده في هذه الدنيا كان طفلا جميلا رائعا ونوس، يعني لم يكن كأي طفل مشاغب أو يتعب من حوله زي ولادنا كده وأحفادنا، لا أبدا. كان طفلا رائعا في طفولته، زي ما بيقولوا إن كان النبت من البداية
واضح أنه نبت له خصوصية مش زي أي طفل جاي إلى هذه الدنيا. فكانت فعلا خصوصيته بما أكرمه الله بهذه الصفات وهذا الجمال في حمله وفي ميلاده وفي نشأته كان نعمة طفولة ونعمة الطفل. وهذا ينبئ البيت كل أم ومن حولها بأن هذا طفل غير عادي وله خصوصيات. وهذا تم بالفعل بعد أن صار رجلا وبلغ بالنبوة. عايز أقول إن اختيار النبوة من الله عندنا احنا في علم العقيدة لها خصائص. يعني النبي الذي يختاره خالقه يختار نبي له صفات لكل الأنبياء، ولكن كانت صفاته صلى الله عليه وسلم وشمائله التي بدأت منذ أن وضع أن يكون له نصيب في الدنيا كان له هذا النصيب في جماله الخلقي وجماله الطبعي وهدوئه كطفل. كان له صفات وخصائص تنبئ أنه ليس طفل عادي هيطلع زي أولاد العيلة الموجودة. طيب لو كلمنا يا فندم بعد كده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان سيدنا محمد كان في وسط قومه واصدقائه كان احسنهم خلقا واصدقهم قولا. نعم. وكان له زي ما حضرتك بتقولي صفات بتميزه عن سيكون له شأن، انه سيكون له شأن. نعم. كلمينا عن اخلاق رسول الله، علشان انا بشوف زي ما كنت بقول في المقدمه في البدايه ان في ناس تقولك احنا واخدين السنه عن رسول الله وبيهتموا بالمظاهر بتاعه السنه اللي هي دي مشكلتنا. اه بالظبط كده. انا اتمنى ان يكون حديثنا عنه صلى الله عليه وسلم حديث العمل على ارض الواقع. بالظبط كده. انا عايزه الفت نظر الناس اللي بتقتدي برسول الله بس في المظهر، لا مش هو ده، لا في السلوك العملي على ارض الواقع، وفي الاخلاق وفي الجوهر في الامانه في الاخلاق في الموده في السكون لمن حولك. بالزبط. بأنك لا تتعالي على أحد. حدثينا بقى عن أخلاق رسول الله يا صلى الله عليه وسلم. كان حتى وهو يلعب مع زملائه لا يمد يده على أحد ولا يغلب أحدا بنوع من عرف فترة المراهقة بتاعة الشباب، أنه كان لم يعرف عنه أنه لم يرى منه هذه الفظاظة اللي موجودة في أولادنا. كان فيه وداع وفيه محبة لمن يلاعبهم ولمن يشاركهم الحياة بعيدا عن أي شغب مما نراه للأطفال في هذه المرحلة المعتادين في هذه المرحلة، يعني اللي هم كل الحاجات الطبيعية بالنسبة للأطفال في هذه المرحلة. فعرف عنه أنه كان طفلا متميزا فعلا في سلوكه وهو طفل، في سلوكه بعد ما بدأ يدخل لمرحلة المراهقة، بعد ما كبر بعد ذلك كان ينبئ أنه طفل غير عادي أو أن هذا الإنسان ينتظره أمر ما. بعد النبوة بقى يا فندم، بعد النبوة تعالى حتى في علاقته في الحروب. يعني عندما يرى مجموعة من الأسرة، يعني شوف دول أسرة وكان لهم مثلا أعمال غير ودودة، فوجدهم حاطينهم في الشمس فغضب وقال لا تجمعوا عليهم ذل الأسر وحرارة الشمس، دعوهم يقفوا في مكان مريح. فكان شوف حتى الأسير العدو أنه لا يقبل أن يعامل بهذه الخشونة أو أنه يعرض لهذا الأذى ممن أسروه. أيوه. نجد انا هقول لكم حاجه لطيفه بما ان انتوا انا معايا اتنين سيدات. السيده عائشه رضي الله عنها كانت تحب حب فوق الوصف وكانت تغار علي. أيه. حتى انه عندما كان دائما يذكر السيده خديجه كانت تقول يعني دائما تتكلم عنها، والله قد ابدلك الله افضل منها. ماذا يقول؟ والله ما ابدلني افضل منها. فكانت نعم السند ونعم الحارس، ومنها رزقت بالولد والبنت ولم أرزق من أحد مثلها. فكانت السند وكانت القوة والتقوية. يعني شوف ذكرى لسيدة خديجة جت بقى وهم مع أن المعروف أن هو كان يعني قلبه بيميل للسيدة عائشة أكتر، كانت يحبها حب عالي بالزبط. جدا إلا أن لما ذكرت السيدة خديجة كان هقولك السيدة خديجة
كان ليها وضع خاص معه طبعا صلى الله عليه طبعا وسلم. كانت الأم والزوجة والسند والمال والوقوف، عارفة لما تبقى ابنك كده خايفة عليه من الهوى، وفترة نزول الوحي وهو في هذا الجبل يتعبد، أيوه، ونزول الوحي ورهبته كانت مثبتة له في كل أوضاعه. فهي الحقيقة السيدة خديجة، أنا أتمنى من زوجات هذه الدنيا أن يكن نصيرات لأزواجهن ولبيوتهن، ويحتزوا بالسيدة خديجة، يأخذوا من السيدة خديجة رضوان الله عليها قدوة رائعة. لأن أنا برضو بشوف بنت اليوم ما بقتش الزوجة الودودة الحنينة الحبيبة التي تقبل في البيت الحلو والمر، ما عادتش كذلك، أو على الأقل من أبناء جيلي ما عادتش كذلك. فدي فرصة للادي في هذه الليلة الكريمة، أنا بناشد أحفادي، هم اللي يعتبروا أحفادي، السن اللي أنا بقصده دول في مرحلة أحفادي، يعني كنا ودود، كوني ودودة لزوجك، كوني حبيبة، كوني صديقة، كوني متقبلة الحياة بحلوها ومرها. الحياة ما هيش نسيج الأحلام اللي بناتنا بيدخلوا وهم متصورين هذا هو الزواج، لا، الزواج مش كده، الزواج مسؤولية، مسؤولية ومعاناة، والطفولة مسؤولية ومعاناة. أتمنى من أحفادي، أنا لازم أقول أحفاد من فعوش بناتي، لأن أنا أحفادي بيتجوزوا دلوقتي، إن يكونوا أحفادي واقعيات في أرض الواقع، ما يعيشوش في الخيال، فيتحلوا بصفاتها وإزاي هي كانت بتقف، وعشان ما يدخلوش البيت يتمردوا. هما لما بيخيب الخيال عما يجدوه في أرض الواقع ماذا بيحدث، بيكسر البيت، صح، بيصطدموا ببعض، يصطدم. طب دكتورة أمنة، ما تقول لنا برضو، لا معلش، قبل، أنا كنت عايزة أقول لك حاجة لطيفة للسيدة عائشة. وهي كان عندها ضيوف في البيت، فإحدى الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعت الطبق من الطعام، عارفة لما تقولك إيه، يكون الضيوف اللي عنده الأكل ما يقضيش، والخادم جاي من عندها ويحمل طبق الطعام، فأول ما شافت السيدة اللي جايبه ليه، ترخ، راحت موقعاه على الأرض ومكسرة الطبق وتكب الأكل. ماذا فعل؟ هنا بقى أوريك الحلم وطيب النفس، وبرضه ده برضه أهديها لابني المعاصر في البيت. أظن ده لو حصل في بيت من بيوتنا دلوقتي كان حصل فيها طلاق 100%. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هذه الرواية أنا قصدت أهديها لأولادنا في بيوتنا في هذا الزمن. خرج إلى الخادم وأخذ يجمع الطعام وبقايا كسر الطبق، غارت أمكم، شوف اللطف، غارت أمكم، غارت أمكم، واستبقى الخادم لغاية ما جاب له طبق بدل اللي انكسر، ولم الأكل دخله. يعني يا حبيبي يا رسول الله، فعلا يعني هو ترجم على طول، يعني الست وغيران، غارت يعني في الاخر، وخلاص يعني، والمسألة انتهت إلى ذلك. فأنا نفسي برضو ولادنا في البيوت يعملوا كده، ازاي يعملوا كده، يعني ما يقعدوش كده يتلككوا على أي حاجة. أنا لسه من حوالي أسبوع مكلماني واحد زي ما بيكلموني في التليفون، يا دكتورة أنا والله بحب زوجي جدا جدا، ولكن هو استفزني في مكالمة سمعتها، فقلت له طلقني طلقني، أرجح ما طلقت. طب تقول لي طلقني، ما ممكن تكون هذه زميلة، ممكن بتقضي مصلحة، قالت له ده اللي حصل، قالت لي فطلقني أنا هنتحر. قلت لها ليه تنتحر؟ اصلحي ما بينك وبينه، شوف حد كبير في العيلة، إذا لم يوجد الكبير في العيلة أنا مستعدة أن أصلحكم على بعض، لكن اوياك، انت الروح دي اللي بين جسمك ليست ملكك يا بنتي، أيوة، هذا بالزبط. اوضعها الله في داخلك، لابد ان تبقى الى ان ياخذها خالقها. فانا عايزه اقول لكم، شوفوا الشعننه دي في البيوت بقت كثيره جدا، شعننه فعلا، دي شعننه، صح، ان المراه كل حاجه، طب ما هو بايده هذا الحق، ليه تستفزيه ويقول لك طب خديه، مش ده اللي بيحصل بالزبط. ولذلك يعني قيل في من احصائيه من قريب إن أكبر نسبة طلاق الآن توجد في بيوتنا. أتمنى هذه المقولة أن لنا لا نراها، لأن كسر البيت ده ربنا سماه بالميثاق الغليظ، وجعلنا بينهما ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ لا نعتدي عليه، لابد أن نحترم. لو فعلا يعني تحلوا بصفات رسول الله
والسيدات تحلت بصفات زوجات الرسول زي انتهت المشكله بالظبط كده زي السيده خديجه فكانت انا هقول لك ايام امهاتنا واجدادنا من 100 سنه كانت كلمه الطلاق ده عيب ما كانتش تقع في البيوت لا كانت كارثه عيب ده كان يستعيبوها كارثه ولذلك كان يعني مساله الطلاق ده ما كانتش موجوده طب انا عايزه انتقل بقى لفتره الجاهليه وايه الاسباب اللي خلت الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يعتزل بنفسه ويذهب الى غار حراء لا هي دي ما ربنا عندما يختار شخص لكي يكون نبيا لابد له ارهاصات الارهاصات دي بدا الرسول عليه السلام يستشعرها فبدا ما دام الواحد عايز يعتكف وبعبادة الله وهيحمل برسالة لابد أن يأخذ الطريق هو ما كانش يعرف إن هو يعني هو حس بانعزال عن المجتمع اللي هو شايفه ده هو مش حابب من الله. إن هو ينخرط في اللي بيحصل فلاقي نفسه بيبعد هذا التهيئة كنت لسه هقول تهيئة في حاجة اسمها في علم العقيدة عندما يريد الحق أن يختار نبي من الأنبياء لابد أن يهيئه لهذا الأمر التهيئة تأتي في حلم تأتي في إحاء نفسي تأتي في شعور حتى الإنسان العادي مننا إن ربنا بيسوق البني آدم لطريقه حتى إحنا البشر العاديين يعني ساعات عايز تعملي حاجة تحس إن قلبك منشرح لها وإن أنت بتوجهها لها بمنتهى الإقدام وساعات تلاقي نفسك ترجعي ده بتبقى تهيئة هي الروح اللي جوانا منين وده عظم طب انت بتجروني الحتة انا الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام نفخ فيه من روح هذا النفخ الإلهي من روح العلية الذي أوضعها الله في أبونا آدم عشان هذا الشعور لكل إنسان كل إنسان مننا على فكرة مش في النبوة طبعا. كل إنسان مننا في داخله هذا السريان الروحي في داخله إن أنت تأتي إلى أمر أنت حس تقول والله ده أنا قلبي سعيد ونفسي مقبلة على هذا الأمر أنت مش عارفة الخلفية بتاعتها الخلفية بتاعتها إن أنت في داخلك قبس من الله سبحانه وتعالى أودع في روحك يجعلك إن أنت تتجه لأمر سعيدة به أو تبتعد عن أمر نفسك مش عايزه فالرسول عليه السلام كان إليه هذا الإحاء فبدأ يأخذ طريقه والتعبد والعزلة من الناس في هذا المكان حتى ينتظر ما سيحيه الله وهذا ما حدث طيب حضرتك يعني جبتي سيرة إزاي إن في حالات طلاق كتير في مجتمعنا دلوقتي وان احنا كلنا مستغربين وان دي ما كانتش من عاداتنا وما كانتش من ولا من مقوساتنا خالص مش من احوالنا علشان نوجه المجتمع ونعرف ازاي نوعيه لازم واحنا في يوم النهارده بنحتفل برسول الله نقول له اخلاق الرسول كانت ازاي مع النساء في بيته في بيته كان ازاي بيساعد زوجاته كان ازاي بيتحمل غضبهم كان ازاي يعني حاجات كتير قوي ازاي كيف يتعامل رسول الله مع زوجاته في المنزل شوفي كان صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل اهل بيت ده في النص يعمل بعمل اهل بيت كان يخصف نعله ويخيط ثوبه يعني شوف دلوقتي لو دخل احد من اولادنا الازواج الشباب دول ولقى قميصه مقطوع زراعه انت ما خيطتيش انت ما عملتيش صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه انه رفض طعام او بغض في طعام او انه اثقل زوجاته بطلب الله فكان بيقول لك يخصف نعله ويخيط اي قطع في ثوبه يخيطه فكان يعمل بعمل اهل بيت يجرى ايه في ولادنا الشباب لما يلاقي زوجته دي جايه من الشغل على ملا وشها واقفه في المطبخ تقفل الاكل ان هو يحط الطبق على السفره بالظبط ان هو يقف جنبها طبق سلطه ان يقف يدردش معاها يا لله ان يقول لها تسلم ايديكي او لما يدخل يلاقيها عامله مثلا باب يقول انا قلت لك عايز ملوخيه ويعمل له مشكله لا احنا نفسنا اولادنا يتعلموا هذه الروح الرائعه في بيته مع زوجه كما كان صلى الله عليه وسلم زي ما قلت في بداية الكلام احنا عايزين احتفالنا النهاردة كل امر نذكره منه صلى الله عليه وسلم ان يكون على ارض الواقع مع اولادنا كان حال الدنيا بقى غير الحال والله العظيم كان حال الدنيا بقى غير الحال كنا بقينا المدينة الفاضلة وحياة ربنا كنا بقينا المدينة الحقيقة طب هسأل حضرتك بقى طبعا ده سؤال مهم جدا اسألي يعني ما شئتي
حقوق المرأة في الإسلام؟ لأن طبعا كل واحدة ست بتبقى دايما تقولك هو الدين ما قالش كده، الدين إيه هي حقوق المهم المرأة؟ إن إحنا بنتكلم على الدين وإحنا مش عارفين إيه اللي قال الدين بالظبط. عارفة ده كان سبب من حوالي 30 سنة عملت كتابي المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق، وذكرت بمنتهى الموضوعية أنا لا أحابي امرأة ولا أجر على رجل أبدا، لأن الرجل ابني والمرأة بنتي. صح. فكتبت الحقوق كما أرادها الحق سبحانه وتعالى في تشريعه للمرأة وللرجل، لو قرأت بشكل جيد وطبقناها بشكل فيه حسن النوايا. أنا هحطهم لك في جملتي، هو ربنا مش بيقول لك وجعلنا بينهم مودة ورحمة؟ طب كيف أحقق المودة وكيف أحقق الرحمة والسكن في البيت؟ إن إحنا نبتعد عن مواطن الغضب أول حاجة، إن أنا مش لازم كل رغباتي إنها تتحقق على أعلى مثال. طبعا. إن أنا أكون حلو الكلام، يعني لما ألاقي هي عاملة حاجة كويسة أشجعها وأقول يا رب يخليكي لي، والله أنت نور بيتي، والله يا شيخة أنت خليتي الحياة طعم. هيخسر حاجة لما يقول كلمة زي دي؟ هقول لك كده موقف مع عمر بن الخطاب هذا الخليفة العظيم الذي كان معروف بشدة طبعه. جاء إليه أحد الرعاية طرق بابه، فلما طرق الباب سمع صوت مراته عمال يجلجل في البيت، سكت بقى مشي. عمر أول ما حس إن الراجل مشي خرج وقال يا هذا طرقت بابي ثم تركتني لماذا؟ قال يا خليفة المسلمين أنا جئت أشكو من أهل بيتي من أمر فوجدته في بيتك فمشيت. قال طب تعالى هذا. شوف عمر رضي الله عنه قال لماذا تغضب ولماذا تأتي وتشكو؟ أليست طاهية لطعامك؟ أليست مربية لأولادك؟ أليست لغاسلة من ملابسك؟ ذكر محاسنها يعني. ذكر يا أخي خذها بهدوء وطمنها وبارك أدائها وعملها، تجد الحياة رغدة وجميلة. يعني هي ده إحنا عايزين نزرع في بيوتنا في هذه الليلة الكريمة العظيمة التي كان سيد الخلق نعم الزوج في بيته ونعم الأب لبناته ولأسرته، عايزين نخرج منها بشكل عملي نجده في أرض الواقع في بيوتنا. يا رب من هذه الليلة لا أسمع أي شكوى من بيت أو أسمع عن أي بيت تم هدمه. ادعوا معايا إن ربنا يستجيب. أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أمين. دكتورة أمنة عايزة أسأل حضرتك بمناسبة ما يحدث في العالم اليومين دول، إيه سبب الصورة السيئة اللي واخدها البعض عن الإسلام ورسول الله، يعني عن الإسلام عموما؟ هل إحنا لنا يد في ده بصورة أو يد بأخرى؟ لينا يد. أوكي، أحب أفهم بقى من حضرتك. شوف يا ستي، إيه هم طبعا منذ أن نزل الإسلام والأديان السابقة تتربص بالإسلام وفضل هذا التربص تطور، بدأ يؤخذ بشكل إن إحنا غنيمة فجاءوا واستعمرونا على إن إحنا غنائم له، ثم بدأ الصراع ما بين المستعمر وما بين اللي قدم مستعمر. انتهى هذا الصراع وقبل دلوقتي الحروب الصليبية في العصور الوسطى تركت بصمة سيئة جدا في نفوس البشر. كان نفسنا أن الإسلام ينظر إليه بأنه دين سمح، وأنا كمسلمة مكلفة، شوف مش بقولك مجاملة، مكلفة ان انا اؤمن تمام الايمان بالاديان السابقة، لا اهاجمها ولا انكرها ولا اهاجمها. اصل ده مذكور في القرآن، امن الرسول يعني بما انزل اليه وما انزل على الانبياء من قبل. طب حضرتك مش معايا ان تصرفات البعض اللي هم مما نسميهم المتطرفين او الارهابيين او من يتطرفون بافكارهم هم السبب في ان ده؟ طبعا طبعا. يعني طب هقول من عشان كده انا قلت الملمح اللي قلته دلوقتي، هذه الحروب اللي حصلت في القرون الوسطى واللي حصلت عندما نزل الاسلام تركت كثير من الفتاوى وكثير من الاراء، هؤلاء المتطرفين تمسكوا بها ونسوا ان الاسلام رسخ وخلاص وفي مليارات دلوقتي، وان العلاقه الانسانيه اصبحت هي التي تسود بين الاسلام وبين الاديان الاخرى.
إنما بقي غلبة الطمع في بلادنا مما خلاهم استدعوا بعض الآيات التي أو بعض الآراء الفقهية بالأصح التي كانت ثمار للحروف في العصور الوسطى، وبدأوا هؤلاء المتطرفون معتبرين نفسهم إن هم بقى الورثة للوقوف أمام هذه ونسوا أن الإسلام كم قدر العلاقات الإنسانية وقيمة الإنسانية بين الناس وبعضها البعض. أنا لم أرى في القرآن الكريم رغم العكوف عليه الكثير، لم أرى آية تقول يا أيها المسلمون، إنما ماذا تقول؟ يا أيها الناس، يا بني آدم. فالكلام موجه لكل البشر، للإنسانية، جاء رحمة للعالمين، للعالمين وللإنسانية كلها. وحتى في خطبة الوداع له صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فإذا إحنا الحقيقة لدينا في عقيدتنا وفي نصوصنا الكثير مما يؤكد على قيمة الإنسانية والتصالح مع أخي الإنسان. هو ليه ربنا خلقنا مختلفين؟ ده شيء طبيعي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكن اختلافنا إرادة إلهية. لابد للناس لحكمة، لحكمة، الله ينور عليك. لابد للناس أن يدركوا أن طالما دي إرادة إلهية ولو شاء لخلق الناس أمة واحدة، إذا لابد أن إحنا نؤمن بهذه الحكمة ونتعايش معها بأخلاق الإسلام. هو ده اللي حكمة. الحقيقة أنا زي ما قلت لكم أن أنا رحت عدة دول في أوروبا، أستاذ زائر. أذكر في أحد الأيام، هم هناك الناس اللي عايشين في أوروبا من الدول العربية للأسف لم يكونوا بالمسؤولية الكافية أنهم وجدوا في المهجر دول أخرى وعاشوا فيها في سلام. فكنت أقول لهم لابد أن تقدموا الإسلام بأخلاقه، بعظمته، بحضارته، بأخلاق نبيه، قدموا للناس دول. لأن أنتوا هنا سفراء لكل هذه الدول. بالزبط. لفرنسا ولألمانيا. ما بيتشبعش من كلامك يا دكتور، ما بيتشبعش من كلامك. دكتور احنا عايزين يعني، بس قبل ما رانيا تختم بعد إذن حضرتك، احنا برنامجنا اجتماعي بيتكلم عن الأسرة المصرية، فاحنا محتاجين حضرتك معانا ان شاء الله كل شهر مره. مشواركم صعب. معلش معلش استحمليه عشان خاطرنا، ده دورنا في المجتمع على رأس ان احنا نوعي الناس. لان زي ما حضرتك بتقولي ان احنا نعرف بديننا اللي يخلينا نعرف نعيش حياتنا ازاي. حاضر. فنستاذنك مره في الشهر كده على عيني. حاضر. الف شكر دكتور امنه. اتفضلي. دكتوره امنه نصير، استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر، ميرسي جدا جدا. اهلا بيكم وبصحبتكم الحلوه. ربنا يخليك. والله صحبتكم حلوه ووقتكم جري بسرعه. ليه؟ ربنا يخليك. انا كان نفسي عايز اكلم الناس كتير. ما انت هتجيلنا تاني خلاص. احنا اتفقنا. الوعد خلاص. ان شاء الله. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير. وكده خلصت حلقتنا. ونتخلق باخلاقه صلى الله عليه وسلم في ارض الواقع. عليه الصلاه والسلام. ارض الواقع. بكره حلقه جديده من لمتنا الحلوه.